تخيل أنك مدعو لحفل زفاف يستمر لعدة أشهر وبميزانية ضخمة تضم نخبة من أثرياء ونجوم العالم. قصتنا اليوم يا سادة عن أغلى وأطول حفل زفاف في تاريخ الهند وربما العالم بأسره. العروسان راديكا ميرشانت ابنة الملياردير الهندي شري ميرشانت وأنانت أمباني نجد أغنى رجل في آسيا كلها موكيش أمباني، يقيمان حفل زفافهما في مدينة جمانغار غربي الهند بمراسم واحتفالات تضم سلسلة من الفعاليات الضخمة والمبهرة تستمر لمدة 5 أشهر كاملة. مراسم الزفاف بدأت بالفعل بإطعام أكثر من 50,000 شخص فقير في المدينة نفسها، والذي سيقام في مصفاة النفط الكبرى لشركة ريلانس إندستريز التي تملكها عائلة أمباني، والتي تعتبر واحدة من أكبر المصافي في العالم. ومن بين الضيوف 1200 مدعو الذين تلقوا دعوات الحضور أسماء مثل بيل غيتس ومارك زوكربيرغ وإيفانكا ترامب إلى جانب نجوم هوليوود وبوليوود. وتشمل الفعاليات حفل كوكتيل بعنوان أمسية في إيفرلاند ونزهة في مركز إنقاذ الحيوانات الذي يملكه العريس ومهرجان روج لارتداء الملابس الهندية المبهرة. ويقال أن تكلفة الزفاف تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، بما يشمل تأمين رحلات الطيران الخاصة والسكن في فنادق 5 نجوم وتجهيز الطعام من قبل 21 طاهياً من نخبة الطهاة. والعروسان يا سادة هما شخصيتان متعلمتان، فأنات أمباني هو خريج اقتصاد وسياسة من جامعة براون الأمريكية، وراديكا ميرشانت هي خريجة جامعة نيويورك في نفس التخصص. ويعتبر موكيش أمباني والد العريس أغنى رجل في آسيا والثالث عشر في العالم بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار، ويملك إمبراطورية تجارية تشمل النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة.